عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، أذكر حضراتكم بسؤال حلقة اليوم والحلقة الماضية أيضا، هل سياسة إيران تجاه المنطقة العربية ستتغير بعد الانتخابات الرئاسية؟ نعم سيحدث تغيير، لا لن يحدث تغيير. نتيجة الاستبيان حتى الآن بعد أن شاركتم معنا، ونشكر كل من شارك معنا في الإجابة على هذا السؤال بالقطع. 16% من المشاركين يقولون نعم سيحدث تغيير، في حين أن 84% من المشاركين معنا يقولون لا لن يحدث أي تغيير. طيب دعونا مشاهدينا الكرام نذهب للكليب التالي الذي لدينا للدكتور عاطف ناموس الخبير في الشؤون الإيرانية، وهو يتحدث عن علاقة إيران بالدول العربية في برنامج مسلمون حول العالم مع الزميل عبد الوهاب. دعونا نشاهد ماذا قال. إذا من العوامل الداعمة للاقتصاد الإيراني، ولكن هي حقيقة تتبع الملف الخارجي والتعامل الخارجي ونقطة حساسة الاقتصاد وكذلك الملف النووي الإيراني وعلاقة إيران بالجوار وبالمحيط وبمحيطها، يعني شهدت اضطرابات قبل فترة، لكن إبراهيم رئيسي يرى كثير بأنه سعى في هذا الباب، يعني في هذا المجال، وحسن علاقة إيران نسبيا ببعض دول الجوار وبالذات في الخليج. صحيح، هو حسن من هذه العلاقات، وربما يعني دعني أقول هذه من بعض القضايا التي أغاضت على الأقل إن لم يكن أعداء إيران الداخلي فأعداء إيران الخارجيين، لذلك هم الذين تولوا الخلاص منه بطريقة معينة. يعني أنا يعني مع نظرية أنه لم يكن حادثا قدريا هكذا، حادثا اعتياديا، إنما حادث اغتيال أو حادث إنهاء لرئيسي. فهذا التحسن، أما بما يتعلق بالملفات الخارجية دعني أقول صحيح أن الملفات الخارجية هي ملفات مكلفة، لكن تغطية الملفات الخارجية ومصاريف الملفات الخارجية هي حقيقة من نفس البلاد التي تغولوا عليها. يعني مثلا في العراق يكفي أن يكون، أن أقول لك سيطرة الإيرانيين على الوقف السني العراقي فقط. الوقف السني العراقي كان يدر أموال مخيفة، أرقام خيالية تتجاوز أرقام النفط، تتجاوز الأرقام الذي رغم أن النفط العراقي بكميات كبيرة جدا، فدخل الوقف السني العراقي يتجاوز أرقام النفط. فتصور أن كل ما يحصل خارج إيران هو من هذا الملف، وأيضا كان يعني بدأ من أن يصرفوا على العراق، هم يصدرون العراق وأجبروا العراق على سداد أموال معينة أيضا من خلال عائدات الوقف، لأن النفط حقيقة كاملة كان لأمريكا في العراق، النفط كاملا لأمريكا، يعني كما يقول اقتسموها، ما تحت الأرض لأمريكا وما فوق الأرض هو لإيران مكافأة لها على دعمها في. ومع ذلك لم ينعكس على الداخل الإيراني، بل شهدت إيران واقتصادها ترديا، ولكن في المقابل يعني بناء على ذلك أو على حساب هذا المجال، إيران أصبحت دولة مؤثرة في المنطقة كما يراها كاتب غربي اليوم في أحد الصحف، كتب بأن إيران أصبحت قوة في المنطقة لها شأن سياسيا وعسكريا، وأصبحت لها أذرع في المنطقة. إذن هي ترى بأنها قطعت شوطا في مشروعها، ولكن تظل نقطة ضعف إيران هي الداخل الإيراني، المواطن الإيراني الذي يعيش حالة بؤس إذا صح التعبير في هذه المرحلة. أنت ذكرت بأنك التقيت مع شبان وأشخاص إيرانيون كثير هنا في هذه المدينة، وعبروا لك عن استيائهم من الدين بشكل عام، لنقول هذه واحدة من النقاط، ولكن كذلك الوضع الاقتصادي، الحرية الدينية على الأقل وليس الإلحاد كما ذكرت قبل قليل. معظم من اجتمعت من رأيتهم لا يؤمن بالدين أبدا. هذه ردة فعل على التشدد، كأنها ردة فعل على التشدد وعلى عدم وضوح الدين. يعني البعض منهم قال. كان هذا جزء من نقاش في برنامج مسلمون حول العالم مع دكتور عاطف ناموس وزميل عبد الوهاب. عموما دعوني أرحب الآن بالسيد مضر الأسعد الكاتب الصحفي والخبير أيضا في الشأن الإيراني. أهلا بحضرتك سيد مضر. يا مرحبا، حياكم الله.
الله يبارك فيكم يا رب. سيد مضر، سؤال حلقة اليوم يقول: هل سياسة إيران تجاه المنطقة العربية ستتغير بعد الانتخابات الرئاسية؟ ونحن نتابع جولة الإعادة من هذه الانتخابات بعد رحيل الرئيس رئيسي في هذا الحادث من تحطم مروحيته، بماذا تعلق على سؤال حلقة اليوم؟ بصراحة إيران لن تغير سياستها الخارجية، إيران ستبقى تعمل على تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية، والمقصود بذلك تصدير الإرهاب الإيراني إلى دول الجوار وإلى دول منطقة الشرق الأوسط. إيران ستستمر في ممارسة التقية في علاقاتها الخارجية، وخاصة مع الدول العربية، مع دول الخليج العربي، مع العراق، مع مصر، مع دول المغرب العربي. إيران لن تتوقف في عملية تحقيق مشروعها التوسعي، وبما يسمى الهلال الشيعي. ولذلك إيران لا يمكن أن تتغير لا سياستها الداخلية ولا سياستها الخارجية، لأن إيران بنيت على أن تكون هي مصدرة للإرهاب والفتن والدسائس والمؤامرات في المنطقة. إيران إذا كانت صادقة في تعاملها مع العرب، فما عليها إلا العمل على حق تقرير مصير الشعب الأحوازي، الشعب العربي في الأحواز، كذلك إعادة الجزر الإماراتية إلى الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عدم مطالبتها بحقول الذرة الكويتية السعودية، إضافة إلى عدم بقائها في عملية السيطرة على بعض الأراضي العراقية، وكذلك فتح وصول المياه من الأنهر التي تنبع من إيران، مثل الزاب الصغير والزاب الكبير وغيرها من الأنهار. نعم. ولذلك نستطيع أن أقول بأن إيران هي تريد أن تبقى في هذا المجال، ومشروعها محمي من قبل إسرائيل ومن قبل أمريكا. إذا كانت إيران صادقة في تعاملها مع العرب، ما علي إلا سحب ميليشياتها من العراق وكذلك من سوريا. هناك العشرات من الميليشيات الإرهابية التي تحتل سوريا، والتي حقيقة ارتكبت مجازر مروعة في سوريا. إذا كانت إيران صادقة في تعاملها مع العرب، فما عليها إلا رفع يدها عن لبنان. نعم. وتفكيك حزب الله الذي كذلك نشر الإرهاب والفتن والدسائس في لبنان. صحيح. كذلك فما عليها إلا سحب ميليشياتها وعدم تقديم السلاح إلى العصابات الإرهابية الحوثية وغيرها في اليمن. لذلك طيب سيد مضر، إيران لن تغير سياستها لا الداخلية ولا الخارجية.